اهلا بكم في درس جديد من دروس ديجيتال بينتينج مع عزيز شحات. النهارده هنرسم الفنان الجميل عادل ادهم. على اليمين هنختار دبل كيت ليف من السهم ده نيو. اوكي نسحب الملف على جنب عشان يكون مرجع لنا. من قائمه ايمج هنراجع اعدادات الكواليتي ايمج سايز. طبعا العرض ما يكونش اقل من 40 والكواليتي ما يكونش اقل من 300. ممكن تزود اكتر من 300 لو حبيت. لير جديد نيو لير ونبدا نتاكد من اعدادات الفرشه. الفرشه الاساسيه شيك على ترانسفير. طبعا نكون مختارين بن براشر بس في الطبقه الاولى هنقفل بن براشر اللي فوق. نختار اللون المناسب من الصوره الاساسيه. نتاكد ان احنا مالين الشكل بتاعنا باللون. هناخد لير جديد للشعر وناخد الفرشة الأساسية. طبعا نتحكم في شكلها. هي نفس الفرشة اللي عملنا بيها الوش بس رفعناها. طبعا بنرفعها من المقابض بتاعتها اللي في الجنب. بنسحبها لجوه أو لبره وبنتحكم في الدوران بتاعها من السهم. كلير جديد ونعمل القميص وناخد اللون بتاعه من الصورة الأصلية. طبعا بناخد اللون عن طريق القطارة والفرشة تكون حادة. ونأكد على الأطراف. ناخد الدرجة بالقطارة بتاعت الكرافات في لير جديد. نبدأ نعبي اللون والفرشة تكون حد أطرافها حد. في لير جديد نعمل الجاكيت وناخد اللون بتاعه من الصورة الأصلية بفرشة حدة الأطراف. نبدأ نشتغل على الوش ونأكد على ان الظل بيكون عكس الضوء. وطبعا لان ده شكل منحنيات ما هوش مسطح فاكتر مكان غامق مش هيكون هو اللي على الطرف واكتر مكان فاتح مش هيكون هو اللي على الطرف التاني. هيكون فيه على الأطراف الدرجة أقل منه. هنحاول بلون أغمق من لون
الجلد أغمق بدرجة بسيطة، نعمل التفاصيل اللي في مساحات كبيرة. المكسر براش تول هنسيح الألوان بقدر المستطاع، هنحط الإضاءة غير منفصل. في أماكن الإضاءة فيها تكون شدة قوي، يعني دي هنضغط زيادة على الفرشة. وممكن لو احنا شغالين بالفرشة الأساسية نكون مختارين سكرين في الأماكن اللي فيها إضاءة جديدة. الإضاءة زيادة عن اللزوم، فهحاول أعدل على الصورة الأصلية بحيث أخلي الإضاءة متوسطة الشدة. أنا مش حابة يكون الإضاءة إكستريم كده، وفي نفس الوقت مش عايزة التفاصيل تختفي. هو ممكن نشتغل طبعا بإضاءة شديدة كده، ولكن الأفضل يعني نحاول دايما قبل ما نشتغل على الصورة نعدل عليها بشكل يكون مناسب. طبعا لما بختار لون وانا شغاله بالميكسر براش تول بختار الاوبشن سولد كولر عشان يديني امكانيه ان انا اختار لون واحد بالقطار. التجويف هنا طبعا في أجزاء بتتعمل بالفرشة الحادة وفي أجزاء تكون الفرشة لازم تكون صف. هنراجع التفاصيل ونحاول نزودها ونأكد عليها، في تفاصيل هنأكد عليها وفي تفاصيل هنسيحها. بفرشة رفيعة بعمل تفاصيل الجفون، تفاصيل العين. للأسف الجزء أنا بعتذر لأن الجزء بتاع العين التسجيل ما كانش شغال. هنعمل التفاصيل الدقيقة دي بفرشة رفيعة، ما
بالميكسر براش تول أو بالبراش العادية الأساسية. هنأكد على الظل، في هنا ظل حاد، نحاول نغير المود بتاع الليل. احنا طبعا هنعمله كتير من فصل، بالنسبة للشفايف هي طبعا عادة بيكون فيها ثلاث درجات أساسية، الدرجة الوسط ودرجة الظل ودرجة الإضاءة. ممكن الإضاءة نعملها فيها منفصل، ممكن نشتغل في نفس الليل. لكن يفضل انها تكون في لير منفصل. نلاحظ ان هنا الاطراف حادة، والمفروض انها تتعمل بفرشة حادة، على عكس الاطراف فيها تلاشي، والمفروض انها يتعمل لها بلوت بعد ما نخلص. نحط الاضاءة، نغير في مود الفرشة ونخليه سكرين، والاماكن اللي فيها شدة ممكن نخليها دادج كولر. بسمادج تول لنعم الأطراف ونعم التفاصيل الداخلية. هنرجع تاني نراجع على الجلد، نشتغل على الشعر بالفرشة بتاعت الشعر، هحطها طبعا مع الفيديو. وناخد الدرجة الأساسية من الصورة الأصلية، نتأكد من إعدادات الفرشة إن احنا عملنا تشيك على ترانسفير، في مشكلة في التابلت، محتاجة أعمل ريستارت عشان الفرش تشتغل. هنعمل ريستارت ونرجع نكمل. هناخد لون فاتح ونقفل الطبقة الأساسية عشان نشوف اتجاه الخطوط. هنحاول نغير مود الفرشة لمود مناسب يديني درجة اللمعان الموجودة، ممكن أوفرلي. نعدل على الألوان من Color Balance،
هنمسح، نختار الأستيكة، ونختار للأستيكة نفس الفرشة بتاعت الشعر. نرجع تاني نواصل نمسح الأطراف. هنبدأ نحط التفاصيل بتاعت القميص. طبعا بناخد لون الظل اللي تحت الكرافات من الصورة الأصلية، هو يكون درجة خفيفة. في أجزاء بسيطة الظل فيها حاد وقوي، ممكن بالسمادج تول نخفف أو نسيح الألوان. وممكن بالميكسر براش تول. نمسح الزيادات عشان الفينش يكون نظيف. انا شايفة انه الكرافات ممكن نعملها في الاول الاساس بتاعها بالبنتول. بنختار البنتول من شورت كات بي، حرف بي، وبنختار من فوق شيب ونبدأ نحط نعمل الشكل بتاع الكرافات. طبعا هنا انا اشتغلت على الباص، بعدل على النقط من كنترول واختار النقطة واحركها بالشكل المناسب. بعمل ميك سيليكشن، بختار اللون اللي انا عايزاه واعمل فيل من قائمة ايديت. بقفل الليف من القفل ده، بعدين ببدأ احط التفاصيل واخلي حجم الفرشة على حسب اللون، على حسب المساحة اللي انا بشتغل. لو قدرت اعمل روتيشن للكانفاس عشان اقدر ارسم بانسيابية يبقى تمام، ما قدرتش فعادي احاول واجتهد بقدر الامكان ان انا ارسم على الوضع المتاح. من السمادج بنعمل أطراف عشان طبعا مفيش في الواقع حاجة حادة كده. مهم جدا إن أنا نعمل أطراف وأشيل الزيادات. هرجع على الجاكيت وأحاول أظبط الأماكن اللي متعملتش أزودها. احط التفاصيل باخد درجة اللون الفاتح من الصورة الأصلية وفلير منفصل بحط التفاصيل هنا. مع الكواليتي بتاع الصورة الأصلية مش متاح فيها ان انا اشوف تفاصيل كتير، فاكتفي لطشات كده خفيفة. أحط الإضاءة في الكرافات في أماكن فاتحة وفي أماكن
غامقة مهم ان احنا نشوف الرسمة من بعيد عشان نشوف ايه مدى دقة المحاكاة. كل ما هنبص عليها كل ما هنلاقي تفاصيل ما اتعملتش ونراجع تاني على الشغل. طبعا القميص في اماكن فاتحة وفي اماكن الإضاءة مش مبيناها. أرجع للميكسر براش تول وأحاول أسيح الألوان زيادة وأأكد على الألوان القوية والحادة أكتر. الأستيكة بمسح الأطراف بتاعة الشعر، والأستيكة يكون الأوباست بتاعها أقل من قيمة 100. هرجع أحط بفرشة رفيعة وأغير المود بتاعها وأعمل الشعر الأبيض. طبعا الخلفية بتبقى متروكة للرسام يعملها على حسب ما هو شايف، على حسب رؤيته الخاصة. ممكن يسيبها سادة، ممكن يعملها لين، ممكن يستخدم الفرش. من قائمة إيميج بنحاول نحط تأثير مختلف، نجرب. وممكن لو يعني بعد ما نعمله ونختار تأثير معين نقفل العين ونشوف ونقارن بينه وبين الشغل الأصلي، لو ما عجبناش نلغيه. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، وإن شاء الله